أهم حاجة هو وجودي أنا هنا تشجيع للجون الصغار وعلى رأسهم حبيبة الغريب. إن شاء الله 2016 في البرازيل تنورنا وتنور تونس وترفع الراية التونسية خفاكة بالمحافل الدولية. سي محمد، بصراحة محمد الجمودي حبيبة جلحية الله يرحمه، حبيبة الغريب وسام الملولي، فلتة من فلتات الرياضة التونسية. علاش تونس ما توليش تنتج وتطور في الرياضيين باش يتحصلوا على الميداليات الأولمبية؟ والله الأرض اللي جابت حبيب قلحية الله يرحمه وجابت الجمودي تجيب 10 قلحيات و10 جمام، علاش لا؟ واللي جابت حبيبة أنا نقول راو العزيمة والفولونتي هذوما اللي حقوا النتائج، وبالخصوص للعاب الفردية ولو هي بالنسبة للميزانيات المالية متواضعة ياس، تعرفوا النتائج ما تجي كان على الألعاب الفردية، بالخصوص ألعاب القوى هي أم الألعاب.